السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معكم إيمان قاسم. دي مجموعة من الفيديوهات التعليمية لفن الخرز والشغل على النوز. نبدأ ونقول بسم الله. احنا هنا اشتغلنا قطعة عايزين ننقصها زي كده، هنا نقصنا ووصلنا لحد ما وصلنا لإيه، للخرزة الواحدة. تنقيص تدريجي كده. هنعمل هنا نفس الطريقة برضو. يكون معانا البطرون، لازم يكون معانا البطرون عشان نعرف احنا بننقص ازاي. في تنقيص بيبقى خرزة واحدة، في تنقيص خرزتين، في بيبقى خرزة وتلات، احنا حسب البطرون بتاعك. المهم انت تعرفي الطريقة والتنفيذ بقى لما بتبصي في البطرون بتعمليه. دي القطعة الكبيرة. وصلنا للسطر هنا ايه اللي احنا هنبدأ ننقص من بعدين. التنقيص ازاي؟ التنقيص عن طريق ثلاث خطوات انا عاملاها بفهمها بطريقه مبسطه وسهله علشان ما تصعبش عليكم. يعني ايه ثلاث خطوات؟ هوريكم دلوقتي. ادي الابره اهي طالعه معانا من اول السطر. الابره اهي طالعه من نهايه السطر اهو. الثلاث خطوات ازاي بقى؟ اول خطوه احنا بننزل الابره من عند الفتله الاخيره، يعني ادي الخرزه اللي احنا عايزين ننقصها، بيبقى خرزه من هنا وخرزه من هنا. بنعدي الفتله من تحت الفتله الابره، بنعدي الابره من تحت الفتله الاخيره دي اللي ورا الخرزه، احنا من تحت كده لفوق. تمام، ادي كده الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه ان احنا بنخش جوه الخرزه، نخش جوه خرزه كده، خرزه واحده. طالما احنا هننقص خرزه واحده يبقى نخش جوه خرزه واحده. دي الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه بننزل تحت الخرزه دي اهي، ننزل الابره من تحتها عشان نبدا نعمل سطر جديد. هدي هما الثلاث خطوات دول، هنعيدهم ونزيدهم 60 مره ان شاء الله لحد ما تعرفوا. تمام، دلوقتي هنحط السطر عشان نشتغل ونشوف احنا نطلع منين، من الخرز هنا نطلع منين عشان ننقص. حطينا السطر اهو زي البطرون ما بيقول، بنبص في البطرون ونشوف ترتيب السطر ايه وبعد كده بنمشي عليه. نطلع منين؟ هنطلع من الخرزة تحت الخرزة الأخيرة، مش هنطلع بقى من بره كده زي ما احنا بنشتغل عادي من تحت كل سطور عادي، لا هنطلع من الخرزة من تحت الخرزة الأخيرة كده. كده بقى احنا ايه، جنبنا الخرزة الأولى وجنبنا ايه الخرزة الأخيرة. نساوي كده طبعا، نشيل الفتل دي عشان ايه متعكسناش في الشغل. هنشتغل بقى ايه عادي خالص. لحد ما نوصل لنهاية السطر. وصلنا لنهاية السطر. ناخدهم كلهم كده بقى ايه مرة واحدة. اهو كده. عشان نبدأ نشوف التلات خطوات بتوعنا تاني. هفضل معاكم لحد ما تحفظوها. ان شاء الله ثلاث خطوات. ايه هما؟ بنعدي من تحت الفتله الاخيره اللي بعد الخرزه الاخيره، مش الاخيره دي، لا الفتله اللي بعد الخرزه الاخيره، بنعدي من تحتها كده اهو. عشان احنا الهدف ايه؟ الهدف ان احنا نحبس الخرزه دي، نحبسها. فاحنا بنعديها، ادي الخطوه الاولى عدينا من تحتها. الخطوه الثانيه نخش جوه الخرزه زي ما قلت خرزة واحدة، عشان احنا ايه هننقص خرزة واحدة اهي، خرزة واحدة كده. تمام، دي الخطوة التانية. الخطوة التالتة بننزل تحت الخرزة دي عشان ايه نبدأ، عشان نبدأ
سطر جديد، نحط السطر الخرز في سطر جديد ووريكم نشتغله ازاي. حطيت الخرز في الإبرة زي ما بيقول الباترون، لازم كل مرة نبص على الباترون، يا إما نبص على الباترون هنا يا إما يكون عندنا الوحدة كاملة ونقصها من هنا فبتبص من هنا. أنا أسهل لي ببص من هنا، لكن لو لسه أنت متلخبطة أو كده لسه جديدة فإيه فبتبصي في الباترون أحسن، تمشي واحدة واحدة وتعلمي. كمان مثلا خلصتي السطر ده تعلمي الإيه القلم المنصوص عليه إن أنت خلصتي. تمام، هنعمل بقى إيه الثلاث خطوات اللي احنا بنعملها. هي خلاص انا كده كنت عاملاها السطر اللي فات فهشتغل عادي. هنطلع من تحت كل سطور لحد ما نوصل للخرزة الأخيرة، اهي الخرزة الأخيرة اوضحها لكم دي، نخش من تحتها ونبيت بقى كل الخرز في المكان بتاعه اهو كده. تمام، ونشتغل عادي، نشتغل كام سطر كده بسرعة اوريها لكم. كده اهو وصلنا لنهاية السطر. اوريكم اخر مرة قبل ما نعمل نمشي مع بعض في البوزة، اهي ادي الفتلة الاخيرة، الخرزة هي الاخيرة اللي احنا عايزين نتجنبها او ننقصها. الفتلة اللي بعديها بننزل من تحتها، من تحتها اهو انا فوق اهو، بنزل من تحت وعديها كده اطلع من الناحية التانية من وراها اهو. ادي الخطوة الاولى. الخطوة التانية بخش جوه الخرزة. الخطوة التالتة بنزل تحت الخرزة الأخيرة عشان نبدأ سطر جديد. هنبدأ بقى بنفس الشكل ده، نبدأ ننقص 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 لحد ما نوصل لإيه لبوز المثلث. همشي أنا كده كذا سطر لحد ما أوصل لتحت شوية كده قبل ما نقفل المثلث، نقفله مع بعضينا. تمام، خلاص انتوا كده عرفتوا الخطوات الثلاث خطوات اللي هي اختراعي انا اللي هي بنعدي من تحت الفتل من تحت الفتله الاخيره اللي بعد الخرزه، ونخش جوه الخرزه ونعدي من تحتها ونعبي الخرز ونمشي بالنظام اللي احنا عارفينه. طبعا بنطلع من عند الناحيه الاخيره من تحت الخرزه الاخيره عشان نبقى ننقص هنا واحده وهنا واحده. تمام، هي دي الخطوات بتاعه التنقيص. هنوصل لقبل البوزه عشان نقفل مع بعض المثلث ونشوف درس تعليمي اخر في النور غير التقفيل وكده. تمام، يلا نشوف هنوصل للمثلث ازاي.
كده هنا وصلنا خلاص للسطر اللي فيه 3 خرزات اهو. عايز اقول لكم بقى ان السطر اللي فيه 3 خرزات والخرزه الواحده لازم ننقلهم ايه، نقيهم كبار شويه عشان يستحملوا ايه السلاسل اللي بعد كده. 3 خرزات دي والخرز ده بننقيهم كبار سنه شويه عن ايه بقيه الخرز. المهم ميكونوش صغيرين يعني، يبقوا متوسطين ماشي اهو. كده دي كده تقفيله المثلث. كده عرفنا ايه التنقيس لحد ما وصلنا لراس المثلث. هنا بقى ممكن تعملي لو الجنب ده من ناحيه نهايه العقد تعمل شراشيب، لو الجنب من فوق بيتعمل سلاسل من هنا وسلاسل من هنا. كل جزء هنعمل ايه طبعا زي ما قلت لكم هنعمل بيه فيديو منفصل. ادي ننزل كده اخر واحده، نحط خرزه واحده حطينا الخرزه، نطلع بقى من عند اخر خرزه اهي. ندخل فيها الإبرة ونشدها، نحاول بقى ايه ان نطلع فيها مرتين كده بحيث ان احنا ايه نثبتها، يعني نخش في الخرزة اللي فوقيها كده ونرجع ندخل فيها. كنوع من ايه من التثبيت. مش كتير يعني عشان لسه لو في ايه سلاسل او حاجة نعرف ندخل فيها تاني. بس اهو كده وصلنا لنهاية المثلث اهو. تمام، وخدنا مع بعض تدريجة من اول تنقيس من هنا كله كده تدريج لحد ما وصلنا لايه لبوز المثلث او راس المثلث. زي ما قلت لكم لو الجهة دي من ناحية من فوق بتعمل هنا سلاسل من الجنب ده ومن الجنب ده، لو هي من ناحية نهاية العقد بتعمل هنا ايه شراشيب. ونشوفكم ان شاء الله في درس تاني لفن من فنون الخرز وطريقة من طرق الخرز وعمل الكليات. شكرا لكم.